السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. تعالوا بقى ننزل نشتري شوية حاجات. عايزة اعمل شوبينج من السوبر ماركت، وكمان عايزة اروح اشتري هدوم للبيت. اول حاجة قلت اروح المحل ده بيبيع الهدوم البيجامات اللي انا بحبها للبيت يعني، فروحت علشان كنت عايزة بيجامات معينة كده فملقتش، بس جبت من عنده عباية للبيت برضو. ان شاء الله لما نروح البيت هوريها لكم. بعد كده بقى رحت السوبر ماركت، كنت عايزة بن، جبت بن عبد المعبود ده، جبت تلاتة، جبته المرة دي فاتح، انا عندي في البيت وسط فقلت اجيب فاتح طبعا محوج. وجبت برجر، كنت عايزة اجيب علبتين اللي هما 8 قطع في العلبة، ملقتش غير الكبيرة اللي هي 16 قطعة فجبت علبة. لفت نظري بقى المحاشي دي اللي في العلب، طبعا انا عمري بشتري محشي في علبة يعني، لكن حبيت ابص كده استغربت ان محشي بتنجان في علبة، وكمان في محشي كوسة وورق عنب. مش فاكرة كان سعره كام، بس انا تحت اي ظرف ما كلوش احسن، لكن ما كلوش علب يعني. وفي ورق عنب كمان، يمكن ورق العنب يبقى كويس لكن البتنجان ده هيبقى اكيد معجن يعني، والكوسه وكده. المحاشي دي لازم تكون معموله في البيت عشان ما تبقاش معجنه، ده الكوسه والمحشي والبتنجان بالذات. بس للعلبه بالشيء كده بصيت يعني على الحاجات المعلبه دي، وفي بطاطا كمان معلبه، حاجات كده معلبه كتير. طبعا انا ببقى كاتبه ورقه معايا عشان ما انساش الحاجه اللي انا عايزاها، وما اجيبش حاجات ملهاش لازمه. لو مش كاتبه الورقه بقى بنسى الحاجات الاساسيه اللي انا عايزاها، واجيب حاجات ملهاش لازمه، ولما ارجع البيت اكتشف ان انا اهم حاجه كنت عايزاها نسيت اجيبها. جبت بقى جبنه رومي وبسطرمه، الجبنه الرومي بحبها تكون قديمه، والبسطرمة بحب البسطرمة البلدي، في بسطرمة حلواني وفي اللي هي البلدي. وجبت زيتون كلماطة، انا لسه انا عندي زيتون في البيت بس لسه ما تخللش، فقلت اجيب زيتون كلماطة لغاية ما اللي عندي يتعمل. وجبت كمان سجق احطه برضو يعني في الفريزر كده، ساعتها ابقى عايزة اعمل حاجة جديدة يعني، الولاد بيحبوا التغيير. طبعا جبت جبنة الفتة، احنا بنحب اللي هي اللبني دي، انا دايما بغير يعني بجيب انواع بس ببقى عارفة الجبنة اللي احنا بنحبها من لون العلبة، في الفضي في اللبني كده. لكن انا عادة بحب الفتة السادة، بحبش اجيب فتة بالزيتون، فتة بالاطعمة دي وبحبهاش قوي، لكن اللي بحبها هي السادة. وجبت كمان عصائر، جبت حب انا عصير الاناناس حبه قوي، وجبت عصير تفاح عشان ولادي بيحبوه. طبعا جبت العلب الكبيرة دي بحطها بقى في التلاجة وبدي اللي عايز يعني، لكن احنا بنشربوش كتير كده مرة واحدة. كمان جبت توم وبصل مفرومين، انا عادة ما بجيبش بصل مفروم بس المرة دي قلت علشان تتبيل اللحوم او الفراخ وكده فجبت البصل المفروم ده، قلت اجربه يعني، هو مفروم كده جاهز. والثوم كمان المفروم ده حلو عملي، اللي هو مركب بسمة ده حلو، بيبقى كده مكعبات عملي. كنت عايزة لحمة كمان فجبت كيلو لحمة، جبتها كندوز اللي هي سكالوب، قطعت السكالوب بس خليته يقطعها مكعبات عشان اطبخها في الخضار، عشان ولادي بيحبوش اللحمة السميرة خالص. وجبت كمان فراخ صدور مخلية. وهنا بقى كنت خلصت خلاص الشوبينج، رحت بقى البيت. دي الحاجات اللي انا جبتها، طلعت الحاجات اللي هتحط في الفريزر على طول احطها في الفريزر، احط البرجر والسجق، اي مجمدات يعني عايزة فريزر قلت احطها على طول في الفريزر. وده التوم اللي انا جبته، التوم ده حلو عملي جدا، بيبقى مكعبات كده بتاخدي المكعب على قد الطبخه يعني، مفيش وهم يعني اصلا هو متقسم كده بنظام.
هو 21 مكعب. دي الماركة دي حلوة كمان ان هم عاملين بصل، فقلت اجربه. البصل ده مفروم زي ما قلت لكم، جايباه لتتبيل اللحوم او تتبيل الفراخ. اجرب كده اشوف هيبقى اخباره ايه. وجبت كمان ده بقى بصل متقطع كده مربع مكعبات صغيرة، برضو قلت اجربه اشوفه. يعني دي البسطرمة، حاجات بقى هتدخل التلاجة احطها في العلب. ما بحبش احط الحاجات كده بالاطباق بتاعتها، بحب احطها في العلب، فاحطها في العلب. البسطرمة والجبنة الرومي والجبنة الفتة دي احطها برضو كده في التلاجة. هرص كل حاجة بنظام. وجبت كمان فول. اللحمة والفراخ طبعا في الفريزر، بس انا بحب اتبل الفراخ قبل ما احطها، ما بحطهاش كده، لازم اغسلها الاول كويس بالليمون ومية وملح وكده، يعني بغسلها غسلة حلوة، وبعد كده بسيبها تتصفى خالص واتبلها بقى، واسيبها في التتبيلة كده في الفريزر. واللحمة طبعا احطها في الفريزر. هشوف كده لو هقسمها، عشان الطبق ده جه كيلو وشوية، جي يعني جه اكتر من كيلو، فهقسمها واحطها في الفريزر برضو. بصوا حمرا خالص، مفيش فيها سمينة خالص، عشان ولادي بيحبوش السمينة خالص في اللحمة، وانا بصراحة مش زيهم، انا بحب اللحمة تبقى ملبسة شوية. بس انا باخد بعمل يعني ايه اللي هم عايزينه، كلامهم هم اللي بيمشي عادة، لان انا لوحدي بس اللي بحب اللحمة الملبسة، فلا خلاص نجيب لحمة حمرا وخلاص مش مشكلة. بصوا دي ستيكس موتزاريلا بيحبوها، بعملها لهم بالبيض والبقسماط وبتتحمر، هي بتتباع كده في المطاعم، فانا قلت ايه نعملها في البيت، دايما بجيبها وبعملها، بس مش الماركة دي. فجبت كيسين، الكيس ب100 جنيه، الكيس فيه يعني كتير حلو، فجبت كيسين. عملت كيس اتسرعت وعملت كله بالبيض والبقسماط، لان لقيتها كده طرية وحلوة، فقلت هتبقى حلوة زي اللي عادة احنا بنجيبها. الماركة دي اسمها فريش فارم، انا فكرتها تبقى عاملة زي اللي انا بجيبها، انا مش فاكرة اللي كنت بجيبها اسمها ايه بصراحة، لكن فريش فارم دي طلعت مش زيها. دي ما ينفعش تتعمل ستيك وتتحمر، انا الاول حطيتها في البيض والبقسماط زي اللي عادة بجيبها وبحمرها، وبتبقى مقرمشة كده من بره وسايحة من جوه. دي بقى ما حصلش معاها كده، حطيتها في البيض والبقسماط وحمرتها، ساحت في الطاسة وباظت، لقيتها سايحة جدا ما اتحمرتش وساحت خالص يعني. وكنت اتسرعت وعملت الكيس كله في البيض والبقسماط، فما كانش ليه حل عندي تاني، فيعني احنا يعني حاولت اصفيه كده على قد ما اقدر، بس هي وحشة وما عجبتنيش بصراحة كستيكس وتحمير، فاستخدمتها في الحواوشي. انا كنت هطبخ حواوشي النهاردة، فقلت الكيس التاني الحمد لله ان انا ما اتسرعتش وعملته البيض والبقسماط، هحطه مع اللحمة بتاعت الحواوشي. هوريكم دلوقتي هعمل ايه. دي بقى قبل ما اكتشف ان هي مش حلوة، وكنت بجربها اعملها ستيك كده في البيض والبقسماط واحمرها. الحلوة بقى بتفضل مقرمشة كده من بره، ومن جوه بتبقى بتمط وجميلة جدا، لكن دي ساحت خالص، رغم ان هي كانت متجمدة وانا حطيتها متجمدة عشان تلحق تتحمر، بس برضو لا ماركتها مش حلوة، وطعمها اصلا ما عجبنيش، وما كانش ليها طعم كمان، يعني هي مش حلوة بصراحة. بس انا قلت بقى يعني هعمل ايه في الكيس التاني، مش هرميه ومش هينفع اروح ارجعه، فقلت لا خلاص احطه في الحواوشي. دي بقى هنا انا بحمر، طبعا ما كنتش عارفه هنا ان هي تبقى مش حلوه. بصوا بدات تسيح وتطلع من كل ناحيه، قلت بقى اقعد اريح شويه واكل الكاك اللي انا بحبه. انا بحب قوي الفاكهه دي، من يعني من مفضلاتي في الفاكهه الكاك، وانا الوحيده تقريبا في البيت هنا اللي بحبه، فبجيب كده على قد كام واحده، فقلت اقعد كده ايه ارتاح شويه اكل الكاك، وبعد كده اقوم اعمل بقى الاكل. كنت متبلة عندي لحمة، بس الاول قبل ما اعمل الاكل هوريكم العباية اللي انا جبتها. دي العباية اللي انا جبتها من المحل اللي كنت رايح اشتري منه البيجامات، ما لقيتش بيجامات، لقيت العباية دي عجبتني قوي، قلت اجيبها للبيت تبقى معايا عندي في البيت، يعني هتنفع، خصوصا قماشتها عجبتني جدا، قماشتها ناعمة قوي والتفصيلة بتاعتها كده جميلة قوي، وكمان كان معاها سلسلة كده جميلة، فشكلها عجبني بصراحة شيك قوي.
قماشتها جميلة ومعها كمان سكارف، وهي واسعة جدا وطرية قوي قوي يعني. بصوا السلسلة دي كانت معاها، جبت بقى السيرم ده، ده سيرم اليجون جايباه لعيني، حلو لترطيب العين، عامله لكم قبل كده عنه طبعا ريفيو. السيرم ده حلو لترطيب تحت العين وازاله الانتفاخات وبينعم تحت العين، حلو قوي السيرم ده. الجديد بقى ان هو كان عرض كده السيرم بتاع العين ومعاه كمان كولاجين، مارين كولاجين او كولاجين بحري، والعرض ده كان ب 550 جنيه تقريبا او 590 مش فاكره، الاتنين مع بعض. السيرم بتاع العين لوحده ب 300 بس معاه الكولاجين البحري ده 590 جنيه او 560 مش فاكره قوي بصراحه كان كام، بس الازازه كبيره بتاعت الكولاجين بصوا قد ايه. فطبعا ده انا هجربه كده وهشوف رايي وهقول لكم ان شاء الله، هعمل لكم عنه ريفيو. هنا بقى انا كنت متبلة اللحمة دي من الصبح قبل ما اخرج، ببقى مجهزة الاكل عشان لما اجي ابقى كل حاجة جاهزة. ده حواوشي متبلاه باللحمة، طبعا اللحمة متبلاها بالبصل وفصين ثوم وفلفل اسود وبهارات، ما بحطش بهارات كتير عشان طعم اللحمة ما يتغيرش، بهارات عادية وفلفل اسود وملح وبقدونس وكزبرة خضراء وفلفل وفلفل رومي على فلفل حامي وبصل وفصين ثوم بس. ده بقى الموتزاريلا ستيك هحطها جوه رغيفة الحواوشي اللي انا هعملها. ده بقى الكيس التاني اللي الحمد لله ما بص يعني ولحقته. ودي بقى السمنة اللي هعملها، دي شوية سمنة بلدي كده عشان ادهن رغيفة الحواوشي. ده رغيف الحواوشي اهو، بصوا مسكت رغيف، طبعا كنت جايبة عيش طازة، فتحته كده وبقيت احط كده جواه، اخد كورة حلوة كده يعني قد البرتقانية، احطه برتقانية كده صغيرة، احطه جوه الرغيف وافرده كويس قوي واحط عليه واحدة موتزاريلا ستيك من اللي انا جايباها، وبعد كده ادهنه بالسمنة، سمنة او زبدة زي ما تحبي عشان يقرمش كده في الفرن، ممكن زيت كمان لو تحبي زيت مفيش مشكلة يعني. فردته كويس وقطعت الجبنة عليه الموتزاريلا ورصته بقى في الصواني، والصينية برضو دهنتها سمنة، وقلت اعمل بقى سلطة. احلى سلطة بحبها انا وولادي وكده بنحبها كلنا مع الحواوشي هي الخيار المخلل بالثوم والفلفل. ضربت الثوم والفلفل وحطيت عليه الليمون، وبعد كده هحط عليه الزيت والملح وهقطع الخيار والخضار واحط كله عليه، ودي احلى سلطة بنحبها مع الحواوشي. وهو ده كان اليوم بتاعي، ان شاء الله يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الشير واللايك والفولو على انستجرام. ومرسي ليكم، باي باي.